السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة التي سنخصصها لمتابعة آخر التطورات عقب تظاهر أنصار الإطار التنسيقي في محيط المنطقة الخضراء وما رافقها أيضا من تداعيات لهذه الأحداث. وسيكون معنا خلال هذه التغطية ضيفنا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي السيد مجاهد الطائي. أهلا بك معنا أستاذ مجاهد. حياكم الله. كما يسرنا أن نستضيف عبر سكايب من لندن الكاتب والإعلامي العراقي عبد المنعم الأعسم. أهلا بك معنا أستاذ عبد المنعم. ليش ماكو صوت؟ حياكم الله. بجميع الأحوال ريثما يجهز الاتصال مع الأستاذ عبد المنعم، أبتدأ معك أستاذ مجاهد. يعني بحسب مصادر صحفية فهناك اشتباكات بين أنصار الصدر وبين أنصار المالكي عفوا والإطار التنسيقي مع القوات الأمنية قرب المنطقة الخضراء وقعت اليوم. هل هناك تحول من القوات الأمنية التي مررت أنصار الصدر إلى المنطقة الخضراء أول أمس برأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفك الكريم. طبعا يعني هناك دور محدد للقوات الأمنية ولحكومة مصطفى الكاظمي، هذا الدور تقوم به هو لمنع انجرار الحالة السياسية إلى حالة العنف والفوضى، كما أن هناك حالة سياسية تبناها السيد الكاظمي عندما تسلم رئاسة الوزراء وهي سياسة عدم يعني الانحياز لأي أطراف وخلق حالة من سياسة متوازنة مع دول الإقليم، وإذا انحرفت إلى أي مسار يعيدها. فالقوات الأمنية سواء اليوم ببياناتها، سواء جهاز مكافحة الإرهاب أو الجيش أو العمليات المشتركة أو القائد العام للقوات المسلحة عندما أصدر مجموعة توصيات وتعليمات، جميعها تعطي مؤشرات على أن السياسة الأمنية التي تبعت في ذلك هو خلق حالة من الجدار يفصل ما بين أنصار الإطار والتيار من أجل منع أي عمليات احتكاك أو أي صدامات، لأن الجماهير لا يمكن السيطرة عليها، خاصة جماهير الإطار. يعني جماهير التيار نوعا ما أكثر تنظيما وأكثر انضباطا وتلتزم بالتعليمات بتغريدة تتحرك مئات الآلاف، أما الإطار هناك عدد من القوى داخل الإطار ومعظمهم غير منظمون أو ينتمون إلى عناصر أو فصائل مسلحة، وبالتالي هؤلاء يعني لديهم نزعة لمخالفة التعليمات أو التمرد على تلك القرارات، وبالتالي مهمة هذه القوات اليوم هي منع انجرار هذه الساحة السياسية والخصومات السياسية إلى ساحة الساحة العسكرية، لأن يعني الذهاب إلى أي مواجهة عسكرية معناها أنه نحن سندخل في نفق مظلم لا يمكن الخروج منه بسهولة. ولكن هناك كان هناك اتهامات للكاظمي من قبل الإطار التنسيقي بأنه تحيز سياسة الكاظمي. طبعا هناك تفاهمات ما بين سيد الكاظمي والتيار الصدري، هذه التفاهمات سمحت، يعني عندما نلاحظ جموع آلاف المتظاهرين يدخلون إلى الخضراء بانسيابية وسلاسة، تنسحب القوات الأمنية بكل بساطة ويسمح للجموع بالدخول إلى الخضراء، يوحي بأن هناك نوع من التفاهمات. لكن الخطر هنا هم لا يريدون أن تدخل يعني جموع المتظاهرين من أنصار الإطار إلى البرلمان، لأنه سيخلق صدام. لذلك كان التعامل مع أنصار الإطار أكثر حزما، ويعني لم يسمحوا لهم بالدخول واستخدموا نوع من الهروات لمنع دخولهم. نعم أستاذ عبد المنعم، أنتقل إليك. يعني كيف سيرى برأيك أنصار الإطار التنسيقي تعامل القوات الأمنية معهم، خاصة بعد أن اتهموا الكاظمي بالتواطؤ يوم الأربعاء الماضي؟ نعم، في الحقيقة ونحن نتحدث الآن في هذا الموضوع تكون المسيرة أو التظاهرات التي سيرها الإطار التنسيقي قد تكاملت وأخذت الشكل النهائي لها، ويبدو أنهم بذلوا جهودا استثنائية في تحاشي الصدام والتجاذبات وأي اقتراب إلى المنطقة الخضراء، عدا عن الملاحظة العامة وهي
أن هذه الحشود لم تكن واسعة ولم تكن هناك انفعالية أو خطابات أو تجيش. لا أدري هل هي نوع من التخطيط في أن تكون على هذا المستوى، أو أنهم كإطار لم يستطيعوا أن يحشدوا أكثر من هذا العدد الذي شاهدناه وتابعناه في مختلف التلفزيونات. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة إلى القوات الأمنية، يبدو أن القوات الأمنية أخذت احتياطات استثنائية، فقد أغلقت منطقة الرصافة عن الكرخ، وأغلقت مداخل المنطقة، ووضعت بين المنطقة التي يتحرك بها متظاهرو الإطار عن المنطقة الخضراء، وضعت في تحت مراقبة شديدة للقوات الأمنية، ويبدو أن الأمور ستمضي على مستوى التظاهر والتعبير عن وجهات النظر، ستمضي بهذا الاتجاه، وليست هناك احتكاكات كما يتفق جميع المراقبين. نعم أستاذ مجاهد، يعني هتافات المتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي باسم المالكي وضد مقتدى الصدر أيضا، هل يمثل هؤلاء المتظاهرون بهذه الهتافات الإطار التنسيقي أم المالكي؟ طبعا يعني دولة القانون ويعني نوري المالكي هو يعتبر النواة والعمود الفقري للإطار التنسيقي، الذي يشكل تقريبا نصف مقاعد الإطار كحجم ووزن انتخابي. لذلك الإطار التنسيقي قواه قوة مفككة، يعني ما جمعهم في هذا التحالف هو خصومة الصدر والخطر من يعني الخطر من تسيد التيار الصدري للمشهد الشيعي، لذلك جمعتهم هذه الخوف من الصدر. لكن هم في الداخل منقسمون، لذلك اليوم تجد مثلا العامري يتحدث عن مبادرة للحوار، حيدر العبادي يتحدث عن مبادرة للحوار، أطراف أخرى داخل الإطار شاركت مع دولة القانون في التظاهرات. فالإطار يعني قوة مفككة غير منسجمة في كثير من المعطيات، لذلك هم شاركوا، لكن يبقى المالكي هو صاحب النفوذ الأكبر كحجم انتخابي. لكن المتظاهرين يعني لا يملكون قدرات تنظيمية كما يملكه التيار، لذلك معظمهم هم أنصار المالكي أو هم من يعني عناصر لفصائل مسلحة، وبالتالي هؤلاء يعني ليس لديهم رابط تنظيمي مباشر. يعني جميع قوى يعني المتحالفة مع دولة القانون أو متحالفة مع حزب الدعوة، يعني هم حزب مثلا حزب الدعوة حزب نخبوي يجد علاقات وتنظيمات يعني مصالح مشتركة مع العشائر أو مع الأشخاص من خلال ما يسمى بالزبائنية، مع يعني خيارات التوظيف والمنح المالية إلى آخره. فهؤلاء لا يملكون رابطة قوية تنظيمية إدارية تربطهم بهذه القوى. هم يدعون للتظاهرات، ورأينا كيف أنها كانت تظاهرات خجولة مقارنة بأنصار التيار. لذلك الفاعل أو العنصر الأساسي داخل الإطار هو المالكي، وجميع تحركات الصدر كانت تستهدف المالكي، يريد استهداف المالكي لأنه هو النواة داخل الإطار، وبالتالي إذا تم استهدافه سيعني تفكك الإطار وينجح الصدر فيما سعى له منذ يعني نهاية إعلان نتائج الانتخابات، وإلى اليوم الصدر يحاول تفكيك قوى الإطار. نعم، يعني في هذا الإطار أستاذ عبد المنعم، يعني مقتدى الصدر يطالب هادي العامري بالخروج من الإطار التنسيقي للبدء في أي حوار قادم. السؤال هنا، هل بدأ مقتدى الصدر بالفعل باللعب على قضية تفتيت الإطار التنسيقي عبر إخراج قياداته من داخله؟ نعم، هذا المسعى هو مسعى مبكر من الشهور. يبذل السيد مقتدى الصدر جهوده وجميع تحركاته من أجل استدراج العامري إلى جانبه، وهو يجد الكثير من المشتركات بينه وبين العامري. سؤال، مطالبة مقتدى الصدر أمس واليوم
للعامري بأن يتخلى عن انتماء إلى الإطار هي مطالبة يعني موضوعية ويعني شرعية، لأن العامري طرح نفسه كمحاور كوسيط بين الطرفين، فلا يصح أن يكون الوسيط هو من الإطار ومنتمي للإطار ويتبنى أفكار ومطالب الإطار ويدخل من جانب آخر كوسيط. هذا أمر لا يستقيم مع يعني مع قواعد الوساطة بين الأطراف. الوسيط ينبغي أن يكون محايدا حتى يكون مقبولا من الطرفين وحتى ينجح في مهمته، أما أن يكون منتمي إلى طرف ويتبنى أفكار وخطط وأهداف هذا الطرف ثم يدخل وسيطا ليقرب بين الطرفين، هذا ولكن هل يبدو هذه العامري يعني مستعدا للتخلي عن الإطار؟ من وجهة نظري يعني لا يمكن أن للعامري أن يتخلى ولن يتخلى، ذلك لأن هناك يعني دعنا يعني نسمي الأشياء بأسمائها، هذا التكتل الإطار التنسيقي قريب من إيران وجميع أطرافه يلتزمون السياسة أو يلتزمون الإملاءات الإيرانية، وفي النهاية فإن العامري لا يتمكن أن يخرج من هذا الإطار ومن هذا الولاء ومن طبيعة وعقيدة وهوية هذا الإطار. ممكن أن يلعب هذه هي المسموح له، هذا الهامش الوحيد المسموح به بأن يبقى في الإطار ويطرح نفسه كوسيط وكمعتدل ويعني كواعظ للآخرين بأن يرعوا وأن يأتوا إلى الحوار وأن يعتمدوا لغة التفاوض، وهذه هي اللغة يبدو الهامش الوحيد المسموح له والذي يستطيع أن يلعب به، والأمر الذي رفضه مقتدى الصدر وكان رفضا معقولا ومقبولا ومبررا، ذلك لأن الوساطة في هذا المعنى لا قيمة. نعم أستاذ مجاهد، يعني هل تتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ عبد المنعم على أن العامري لا يبدو مستعدا وغير قادر حقيقة على يعني ترك الإطار، أم أنه سيكون مضطرا بالنهاية إلى التخلي عن الإطار؟ طبعا هي قوى الإطار يعني معظمها هي متأثرة بالرصيد الصدري، سواء الصدر الأب أو خرجت معظم قواها من مظلة جيش المهدي بعد عام 2004، لذلك الصدر يشعر بأن هذه القوى متأثرة بإرث الصدر، لذلك عليها أن تكون تحت مظلته بطريقة أو بأخرى. لكن عدا العامري كونه كان يعني رئيس منظمة بدر، ومنظمة بدر ميليشيا تأسست منذ الثمانينات ولم تكن يعني متأثرة بإرث الصدر أو جيش المهدي، وبالتالي هو يتصرف ليس ندا أو خصما أو منافسا للتيار الصدري، لأنه لديه تنظيمه ويعني مسيرته السياسية فلنقل وصلاته بإيران، فيعني هذه المسيرة لا تشكل أي تنافس مع الصدر، لذلك هو يبدو الأقرب إلى السيد الصدر. والصدر طبعا منذ يعني بداية تشريع قانون الانتخابات هو يقوم ب يعني تواصل مع عدد من القوى، حتى بعد الانتخابات يعني حاول مع عمار الحكيم وتيار الحكمة لجره إلى صفه، وتحدث مع أيضا مع هادي العامري لجره إلى صفه، لكنه لم ينجح لأن الخطر الذي يشعرون به بقوة التيار وحجمه الانتخابي الذي حصل عليه سيجعل هذه القوة هامشية، خاصة وأنه تعامل معهم بأوزانهم الانتخابية ولم يتعامل معهم كثقل سياسي أو كتاريخ سياسي، يعني تحدث معهم بناء على ما يملكوه من مقاعد، وبالتالي شعروا بنوع من الاستصغار أو نوع من الغبن فيما لو شكلوا أي حكومة، لذلك هم اجتمعوا في الإطار. لكن حاليا
الصدر بمساعيه هذه يسعى ويستمر في هذا السعي لعزل المالكي، وربط جعل المالكي بمواجهة القضاء، جعل المالكي بمواجهة حلفائه، جعل المالكي ب يعني أي مسار سياسي لاحق بتشكيل حكومة يعني عزل المالكي. لذلك إذا شاهدت رد الفعل على دعوة العامري للحوار تحدث أنه لا بد أن يخرج من الإطار، ولا بد أن يستنكر حديث تسريبات المالكي، ولا بد أن يقدم ضامن للحوار، يعني لا بد أن يكون هناك طرف وسيط يجتمع عنده الفرقاء، وهذا الطرف غير موجود في العراق، يعني لا القضاء ولا المرجعية التي لم تتدخل إلى الآن، ولا العشائر ولا القضاء ولا يعني ولا العامري يملك ضمانات أساسا. يعني بالفعل ليس هناك أي قوة أو مؤسسة أو شخصية من الممكن أن تلعب هذا الدور، وبالتالي هذه المساعي ستفشل من الآن. نعم أستاذ عبد المنعم، يعني استنادا إلى شروط الصدر التي وضعها على هادي العامري بالخروج من الإطار التنسيقي، ومع احتمالية أيضا أن يضع شروطا أخرى لربما على قيادات أخرى في الإطار، هل الهدف برأيك يعني كما ذكر الأستاذ مجاهد هو عزل المالكي وجعله منبوذا ووحيدا، أم أن يعني الصدر يهدف إلى أبعد من ذلك؟ نعم أنا أوافق على استنتاج الأستاذ مجاهد فيما يتعلق بالأهداف البعيدة لحركة مقتدى الصدر، وهي عزل المالكي وتيار المالكي ومن ثم الاقتصاص من المالكي. مقتدى الصدر يعتبر المالكي بؤرة فساد، البؤرة الأساسية والخطرة للفساد بسبب استحواذه على مدى ثلاث دورات أو ثلاث ولايات امتدت لسنوات طويلة، استحواذه على مفاصل كثيرة بالدولة وعلى مصالح كثيرة وعلى ثروات كثيرة ومواقع كثيرة في الدولة، ولهذا يعتبره هو الخطر الرئيسي ويسعى مسعا جادا وتكتيكيا واستراتيجيا من أجل عزل السيد المالك. ولكن دعني أنا من موقع مستقل يعني أسلط الضوء على الصعوبات التي عاناها ويعانيها مقتدى الصدر في التعامل مع القوى السياسية الأخرى غير الصدرية. مشكلة الصدر هو أنه يعني لا يملك وسائل إغراء للقوى السياسية الأخرى لتتحالف معه، وهو دائما يخذل القوى التي تختار العمل معه في الميدان الانتخابي أو في ميدان الشارع. انظر كيف موقفه من التشرينيين، يعني تحالف معهم ورمى بكل ثقله إلى جانب التشرينيين، ولكنه في نهاية الأمر انقلب عليهم، والآن التشرينيين يشعرون بخذلان أو ربما هذا ما يفسر عدم مشاركة التشرينيين. نعم تجربة سائرون أيضا كانت ليست مشجعة، وأخيرا تجربة التحالف الثلاثي أيضا غير مشجعة، ذلك لأن الحلفاء سرعان ما يستيقظون صباحا فيجدون قرارات ومواقف جديدة لم يتفقوا عليها مع مقتدى الصدر، ومقتدى الصدر يتخذ قرارات ذات طبيعة فردية، وبالتالي يضطرون إما إلى أن معارضتها أو الموافقة عليها على مضى. هذه هي مشكلة مقتدى الصدر والإطاريون الذين يتعاطفون، وأنا أتحدث مثلا حصرا عن عمار الحكيم أو عن حيدر العبادي، وهم شخصين مقربين جدا من حركة مقتدى الصدر، ولكنهم مترددان في التحالف معه، ذلك لأنهم يعرفون أن مقتدى الصدر يعني يريد أتباع ولا يريد حلفاء. هذه هي المشكلة،
أنك تريد القوى الأخرى تابعة لك وليست حليف. الحليف هو أن تتقاسم القرارات وسلطة القرارات وطبخ القرارات تتقاسم مع الحليف، لا أن تملي على الحليف مواقف لا يقبلها أو حتى لو يقبلها هو لم يشارك بها. نعم. هذه هي المشكلة. نعم. إذن مشاهدينا، وقبل مواصلة الحوار ضمن تغطيتنا لنتابع معا مشاهدة هذا ومتابعة هذا التقرير لأنصار التيار الصدري المعتصمين داخل مبنى البرلمان والرافضين أيضا لمرشحي الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة والعملية السياسية والتبعية والارتهان للخارج. يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح في مبنى البرلمان وحراكهم الرافضة لمرشحي الإطار التنسيقي الذي يتهمونه بالتبعية لإيران. ما يصير أخويا، احنا بالنسبة لنا يقول لك المجرب لا يجرب. هسا انت تريد تسوي لنا محمد الشاعي السوداني، يعني علينا رئيس وزراء، هو سوانا صار له اكثر من 4 حكومات هو بيها كل شيء بسوانا. اخر شيء صار وزير للصناعة ولا مصنع مفتوح، والشباب كلها بالشارع ما عدها تعيين. اذا هذا اذا صار رئيس وزراء ايش راح يسوي لنا؟ أنصار التيار الصدري عبروا كذلك عن رفضهم للعملية السياسية التي أوصلت العراق إلى أسوأ المراتب في جميع مناحي الحياة. احنا نعيش بأسوأ حالاتنا بالعراق، بلد الحضارات. أسوأ حالاتنا نعيش بالعراق لأنه لا خدمات ولا صحة ولا تأمين صحي ولا عيش كريم، وأبسط مقومات العيش الإنساني ما موجودة عندنا بالعراق. من 2003 إلى حد الآن لا كهرباء، لا ماي، لا خدمات، لا حقوق الشعب، لا تعيينات، كل شيء ماكو، اي حقوق ماكو. سرقتوا حقوقنا، سرقتوا اموالنا، تهددون، تقتلون بالشعب، المظاهرين، الى متى؟ ما كافعات، ما استحيتوا، مو عيب عليكم، ما عندكم كرامه، ما عندكم شرف. وأكد المعتصمون أن تدخل دول الجوار والخارج بشؤون العراق منذ سنوات طويلة بات أمراً مرفوضاً، وأنه آن الأوان للتخلص من التبعية والارتهان للخارج. إيران من 2003 هي بلدنا، هي إيران يا دولة اللي خلت إيدها بيه ومشت عدل. اليمن تعبتها، سوريا، العراق طحين، سلمتها طحين. زين، كفينا شرج يا إيران، كفينا شرج. سامين الله ومحمد وعلي عليكم، كفونا شركم، كافي ملينا، صار لنا 20 سنة تعبنا. وفي الوقت الذي يواصل فيه أنصار الصدر الاعتصام في البرلمان يزداد التوتر بين أطراف العملية السياسية، وتثار أسئلة كثيرة أبرزها إلى أين يمضي صراع شركاء العملية السياسية وكيف سيكون المخرج المتأزم حاليا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن وبالعودة إلى ضيوفنا، وأسأل هنا الأستاذ مجاهد، يعني إلى الآن يبدو أن التيار الصدري يتحرك وفق خطوات سياسية مدروسة إلى حد بعيد كما يرى مراقبون، هل تتفق مع هذا الرأي؟ يعني من المؤكد أن يعني التيار الصدري يصير بخطوات مدروسة وغير متوقعة، يعني وهذا الكلام هذا لم يبدأه الآن، هذا بدأه من يعني إعلان عن موعد الانتخابات. يعني إذا عدنا إلى قبل الانتخابات بعدة أشهر قام بمجموعة أسس مؤسسة جديدة داخل التيار اسمها البنيان المرصوص. هذه المؤسسة تقوم ب يعني جمع مقلدي أو أتباع التيار بأسمائهم بأماكنهم وتنظيمهم سياسيا، بحيث يكون هذا العنصر عنصر فاعل سياسي داخل التيار. والخطوة الأخرى التي نفعت في ذلك هي يعني ابتكار تطبيق جديد يسمى بالتيار،
هذا التطبيق ساهم مساهمة كبيرة في الحصول على هذا العدد الكبير من المقاعد في الانتخابات، إضافة إلى يعني قانون الانتخابات نفسه الذي ساهم مساهمة كبيرة فيه داخل البرلمان وتشريعه، ساهم أيضا في حصول على هذا العدد، إضافة إلى الخطوات التي لاحقت يعني إعلان النتائج من تقديم المبادرات وتقديم الحلول للحل، سواء بحكومة الأغلبية أو الذهاب للمعارضة أو تقديم ما يسمى بالمحاصصة أو التوافقية الضيقة التي اختار جزء من الإطار ليكونوا شركاؤه في الحكومة لكن رفض الإطار هذا الحل، وبالتالي جميع هذه الخطوات قدمها للحلول جميعها كانت ستصب في مصلحة التيار بالدرجة الأساسية، لأنه يسعى لتكوين مرجعية سياسية داخل البيت الشيعي ويقود يعني يكون هو ربان السفينة الشيعية وهو البوصلة التي يسير بها الدفة. لذلك جميع هذه الخطوات خطوات مدروسة، حتى الخطوة هذه الأخيرة، يعني حتى لو افترضنا جدلا أنها لن تؤدي إلى يعني تطبيق تعديل الدستور وتطبيق تغيير النظام إلى آخره، لكنه رفع السقف كثيرا وبالتالي سيجبر جميع القوى على الرضا بما دون هذا السقف، يعني سواء إيران أو الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، الأطراف الداخلية، جميعها دعت للحوار، لأن يعني أي خطوات من هذا النوع ستعني قلب نظام الحكم. يعني هذا الخطوة التي يمارسها الآن والمطالب التي يطالب بها التيار هي عبارة عن انقلاب حقيقي للنظام، لأن السياقات القانونية والدستورية لا تسمح بهذا السياق، هناك سياقات دستورية إذا أردنا تغيير الدستور أو تعديل، وهذا ما طالب به الإطار بطبيعة الحال مؤكد، لكن هو يعني مساعي التيار حاليا هو يعني جعل هذا الحراك السياسي الخاص به إلى ما وصفها بثورة سلمية عفوية شعبية، تكون هو النواة وباقي المحافظات وباقي الأطراف السياسية وباقي الشعب يكون جزء منها ليشكل ثقل ووزن تدفع حكومة مصطفى الكاظمي لاتباع يعني أو تشكيل حكومة طوارئ أو تكون حكومة انتقالية، بحيث هو يرسم المسار، هو يرسم خارطة الطريق نحو سواء تغيير الدستور والنظام أو سواء مع حكومة جديدة يكون هو العنصر الأساسي فيها. نعم، توسعة يعني هذا الحراك إلى باقي المحافظات كما ذكرت. أستاذ عبد المنعم، أنصار التيار الصدري يحتشدون في محافظة ميسان، هل يريد الصدر برأيك توسيع رقعة المواجهات؟ نعم، توسيع رقعة المعركة والمواجهة والزحف على معاقل الإطار، هذا واحد من المتوقعات ومن عناصر الاستراتيجية الصدرية، كما هو معروف ذلك بأن الصدر والمتكلمين باسمه دائما يؤكدون أن ليس هذه سوى خطوات، الآن ما تحقق خطوات وتتبعها خطوات، والآن المحللين الموضوعيين يراقبون بدقة ويستخلصون بعض المؤشرات، وأنا أحاول أن أتقرب من الاستراتيجية ومن ما اسمها زميلي مجاهد بأنها خارطة الطريق. الشيء الأساسي الذي تحقق حتى الآن هو أنه حركة الصدر ألحقت تصدعا كبيرا في بنيان الإطار التنسيقي، بل أن عودة الإطار التنسيقي إلى موقعه ما قبل أسبوع أصبحت مستحيلة، وعودته إلى أن يمسك الحكومة والترشيح وأن يرشح وأن يكون الكتلة الأكبر أصبحت وراء التاريخ، وأصبح في مهب الريح في الحقيقة. يعني الإطار التنسيقي
هو الآن فرضية أكثر مما هي واقع على الأرض. الآن العالم كله والعراق ينظر إلى مقتدى الصدر ماذا سيتخذ من خطوات. الآن السلطة الحقيقية بيد وجهة نظري ليست هذه لربما هي قراءة استباقية. الآن السلطة الحقيقية بمعنى أقدار البلاد هي بيد مقتدى الصدر، وعليهم أن يهرعوا إلى أن يجدوا مكانا إلى جانبه أو أتباعا له. نعم، إذن يعني ورقة إن صح التعبير ورقة نوري المالكي احترقت برأيك؟ احترقت تماما، يعني هي احترقت في الحقيقة من فترة سابقة، يعني منذ أن أعلن مقتدى الصدر أنه استثنى، منذ أن استثنى المالكي من قائمة الذين يتحالف معهم أو يتشارك معهم في إدارة السلطة، هو المالكي أصبح محترقا، وجاءت التسريبات لتكمل هذه المآل الذي كان متوقعا لنور المالكي. نعم، أيضا أستاذ مجاهد، يعني كيف تتوقع رد فعل الإطار التنسيقي على توسيع رقعة الاحتجاجات، ويعني هذه رقعة الاحتجاجات كما ذكرنا من قبل التيار الصدري؟ يعني أنا أعتقد ليس هناك حلول كثيرة بيد الإطار التنسيقي، يعني قدرتهم على التحشيد ضعيفة. يعني هم إذا أرادوا المواجهة التظاهرات بالتظاهرات، أو مواجهة المبادرات بالمبادرات، أو مواجهة العراقيل الصدرية كما يضعون عراقيل هم بالمقابل، لكن في النهاية جميع تحركات الإطار وأوراقه ضعيفة، لأن التيار يعني كتلة صلبة داخل البيت الشيعي. تتحرك هذه الكتلة الصلبة القوية بمرونة كبيرة، لذلك الإطار لا يملك الأوراق الكثيرة. الصدر يلعب في الساحة السياسية، وجرأهم إلى هذا الميدان، ميدان التظاهرات والمبادرات والحلول الجذرية، وإلى الآن هم فشلوا في التعامل مع هذه الساحة. هم يجيدون اللعب في ساحة العنف، إذا نجحوا في جر التيار الصدري إلى ساحة العنف فأنا أعتقد أنهم سيخسرون، ليس سياسيا فحسب وإنما عسكريا أيضا، لأن هناك نوع من التفاهمات ما بين الحكومة التي بيدها المؤسسة الأمنية بالكامل، وما بين يعني التحالف مع الصدر. هذه المؤسسة بيد الحكومة، والحكومة متحالفة أو لديها تفاهمات مع التيار الصدري، ويعني الحكومة تمنع أي حالة صدام، وبالتالي أي تمرد أو أي جر للتيار الصدري إلى هذه الساحة سيجعل الحكومة والدولة في مواجهة أنصار الإطار، وبالتالي سيخسرون أيضا في هذا الميدان. إذن يعني الإطار التنسيقي الآن لا يملك إلا عسكرة المواجهات أم ماذا؟ هو يعني هذا أحد الخيارات الصعبة التي يعني الجميع يريد أن يتجنب هذه المواجهة، لكن هذه القوة زعاماتها جميعا زعامات عسكرية وقادة فصائل وميليشيات، لا تملك حلول سياسية، لا تملك ذهنية دبلوماسية وتفكير خارج الصندوق، جميعهم يمتلكون السلاح. في حال تقطعت السبل بالإطار التنسيقي، هل سيذهب بهذا الاتجاه؟ أنا أعتقد يعني هم لا يعملون لوحدهم، هم يعملون بمشورة أو بسياق إيراني، هو يقيسون الحالة السياسية. هم ليسوا لا يرغبون أي أساساً بالدخول إلى هذه المواجهة، لأن كما قلت لك قواعد اللعبة والمعطيات ليست بيدهم، ليست في صالحهم، بما فيها إيران. يعني إيران التي كانت تعتبر العراق وأمن العراق ورقة تفاوضية في ملفها النووي، تحرك هذا الملف متى ما أرادت وتضغط على الأطراف الأخرى خاصة الولايات المتحدة والإقليم، الآن أصبحت في سياق المفاوضات، والمفاوضات مع المملكة العربية السعودية تريد تهدئة العراق، فهي ترفض حالة التصعيد. يعني حتى اليوم تصريح الخارجية الإيرانية يطالب بالحوار، يطالب بجلوس الأطراف العراقية إلى طاولة الحوار. قاآني عندما زار العراق وضع أطر
وبقي في العراق لعدة أيام لكي يلتزم الجميع بعدم التصعيد. لذلك إيران تخشى التصعيد لأن التصعيد لا ليس في صالحها، وهي تريد الآن المحافظة على ما تمتلك. يعني العراق بالنسبة لها أو لحلفائها، يعني إيران بالنسبة لحلفائها ليسوا ذا أهمية، أو ممكن للصدر أن لا يشكل خطورة على مصالحها، وبالتالي شكل الحكومة الإطار أو شكل الحكومة التيار هي بالنسبة لها ليس هناك مخاطر كبيرة على مصالحها الاستراتيجية. نعم، إذن مستمرون معكم ضمن تغطيتنا مشاهدينا، ولكن دعونا نتابع معا تقرير الإنفوغراف الذي نرصد فيه تسلسلا لتطور الأحداث الأخيرة. اهلا بكم مجددا مشاهدينا، وبالعوده الى ضيوفنا. اسالك الاستاذ عبد المنعم، يعني بدات تتوالى الانشقاقات في صفوف الضباط وانضمامهم لتظاهرات الصدر، هل سنشهد لربما في المرحله المقبله برايك مزيدا من الانشقاقات العسكريه وانضمام المنشقين الى طرفي الصراع؟ نعم، هذا متوقع في المدى المنظور أن تكون هناك بعض الحلقات الأمنية والعسكرية وحتى في داخل الحشد تأخذ موقفا مساندا للإطار التنسيقي وتتمرد على مرجعية القائد العام للقوات المسلحة، يضاف لها مجموعة من الفصائل المسلحة وما تسمى بالميليشيات، وهذه كلها ستشكل معادلة، يعني معادلة لربما يعني معرقلة للعملية الصدرية التي يعني وضعت. ولكن يعني ألفت النظر إلى ما قاله الزميلي مجاهد، وهي ملاحظة صحيحة، دائما الإيرانيين يضغطون من أجل يعني ترشيد الصراع السياسي ومنع وصول يعني هذا التجاذب إلى حالة من الانفجار أو حالة من ضياع النظام السياسي وسواها. الإيرانيون يعرفون ماذا يعني انفجار الحالة العراقية، تتحول من حالة مساندة لهم ومن حالة يعني إحدى ساحات المناورة لهم إلى عبء عليهم. نعم، هذا هو الأمر المتوقع. المتوقع أيضا أن الأسبوع القادم، وهذه قراءة استباقية، يعني أنا يعني أتحمل مثل ما يقولون مسؤوليتها، أتوقع أن الأسبوع القادم ستكون حملة على مقرات أحزاب وكتل ومكاتب
أحزاب التيار، أحزاب الإطار التنسيقي، وبخاصة الجماعات القريبة من المالكي وحزب الدعوة. لربما هذه الخطوة الأخرى القادمة باعتبارها يعني تنهي وجود وهامش مناورات المالكي قبل التقدم إلى خطوات أخرى، وهي تشكيل حكومة مؤقتة من قبل الشارع، من قبل الجماهير الثائرة، أو من قبل مرجعية مقتدى الصدر وغيرها. لربما مثل ما هو متوقع يجري اعتبار حكومة الكاظمي حكومة مؤقتة لفترة زمنية لإجراء انتخابات جديدة، أو اعطائها فترة أطول لإعادة النظر بالدستور وإعادة النظر بالقوانين وبمفوضية الانتخابات وبالمحكمة الاتحادية. هذه كلها محسوبة، وأنا أتوقع إن لم تجري خلال اليومين المقبلين مفاوضات أو إلى مستديرة، وأن يعلن الصدر موافقته على فكرة المفاوضات، فإن الأمور تتجه بالاتجاه الآخر، وهي ما قال عنها مقتدى الصدر أننا لن نكرر تجربة 2011 حينما الجماهير احتلت الشوارع واحتلت البلد ومن ثم تراجعت بأمر منه. نعم أستاذ مجاهد، يعني التيار الصدري يقول إن الإطار التنسيقي لربما يستخدم ميليشيا الحشد بزي مدني لأنه لا يملك جمهورا، ما خطورة الزج بالميليشيا في المواجهة المفتوحة بين الإطار والصدر، لا سيما أن الحشد كما تعلم يملك سلاح؟ طبعا يعني الإطار التنسيقي لا يملك، كما قلت سابقا، أنه لا يملك جمهور منظم يعني تنظيمي سوى الحشد. الحشد والحشد هو عناصر مسلحة، لكن يعني لا يمكن أن يكون العنصر الأمني متظاهرا فجأة. هذه العملية عملية يعني تسمى بالتربية السياسية أو التنمية السياسية، يعني هناك نوع من التطور السياسي لكي يصل الفرد إلى هذا المستوى أو يؤمن بالتظاهر. حزبيا لا يملك الإطار قدرة على التحشيد الجماهيري كما التيار، لكن هنا الإطار لا يملك الحلول، لكنه في إذا قرأت البيان الدعوة للتظاهر يعني ربط خطير جدا، وهو أن اعتبر أن الدفاع عن هذا النظام وعن هذا الدستور وعن هذه الدولة من امتداد لخطر داعش والإرهاب والبعث والدكتاتورية، ثم تحدث عن احتلال أنصار الصدر للبرلمان ودعوته لتغيير النظام. يعني كل هؤلاء الأعداء الذين شكلوا خطر على النظام سواء وعلى الدولة، سواء منذ بعد 2003 أو ما قبلها بانقلابات ثم مواجهة الإرهاب وداعش وما وصفوه بالاحتلال والطائفية، جميع هذه الأعداء الذين كانوا يشكلون خطورة على النظام ثم أنهاهم بتظاهرات الصدريين. فهذا الربط ربط خطير جدا. هنا المتظاهرين التابعين لأنصار التيار هم كلهم عناصر في منظمة في الميليشيات، لكن خطورة زجهم في التظاهرات هو أنهم لديهم نزعة للتمرد على القرار، وبالتالي أي تطور ممكن أن يحصل باستخدام السلاح فمعناه أن نحن سندخل نفق مظلم جديد صعب الخروج منه. نعم أستاذ عبد المنعم، يعني ثمة مراقبون يتحدثون عن أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة ستنحاز للصدر إذا ما انزلقت الأمور إلى مواجهة مسلحة بسبب السلوك المتعالي عليها من قبل ميليشيا الحشد، هل تتوقع ذلك؟ يعني أنا أتوقع هذا الأمر يحدث إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القيادات العسكرية العليا وحلقاتها المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة جميعا كانت تنظر بنوع من الانزعاج إلى نشاط ما
يسمى بالفصائل المقاومة، ولهذا تكونت نوع من الاستقطاب ضد هذه الجماعة وضد الإطار من قبل غالبية الحلقات العسكرية والأمنية وقوات الجيش. ولهذا شاهدنا البيانات التي صدرت كانت توحي بأنها يعني ستكون تابعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، في وقت كان الإطار في مرحلة الفوضى والتخبط، يوجه الاتهامات شمالا ويمينا ويسارا وآخرها وجهها إلى المالكي، ففيما يدعو إلى القصاص من المالكي ويتهمه بالانحياز إلى التيار الصدري، فهم يدعون من جانب آخر إلى الدفاع عن الشرعية والدفاع عن الدولة. وهذا نوع، وهذا هو يعني التعبير عن التخبط السياسي والتعبير عن 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 الموقف الذي لا يحسب عليه الذي وضع فيه الإطار التنسيقي، إضافة إلى قبولهم السريع واللافت للنظر بالمبادرة الكردية، مبادرة الإقليم، مبادرة نجرفان بارزاني، اللي الحقيقة لم تكن سوى هي أن أربيل تفتح المجال لحضور الأطراف والتفاوض، يعني كل ما هناك هي تعد قاعة وطاولة مستديرة وكراسي للمتخاصمين، وسرعان وبسرعة لافتة قبلها الإطار التنسيقي، وهذا تعبير آخر عن الحالة، يعني حالة التردي وحالة التصدع الذي يعانيها، فيدفع يتمسك بأي خشبة، بأي قشة نجاة أو قشة تحفظ له مواقفه. الآن ما هو واضح تماما لكل المتابعين أن التيار الصدري لن يعود إلى مجده قبل أسبوع، قبل 10 أيام، عليه أن يدفع ضريبة العناد وضريبة ضريبة الثلث المعطل التي استخدمها. شكراً. بشكل غير يعني بشكل استفزازي ومنافي للعملية السياسية. نعم، إذن في ختام هذه التغطية الخاصة التي خصصناها حقيقة لمتابعة آخر التطورات عقب تظاهر أنصار الإطار التنسيقي في محيط المنطقة الخضراء وما رافقها من تداعيات لهذه الأحداث، لا يسعنا في ختام هذه التغطية إلا أن نشكركم ضيفي الكريمين. كنت معنا ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ مجاهد الطائي، كما أشكرك كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن الكاتب والإعلامي العراقي عبد المنعم الأعسم. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، كما أشكركم مشاهدي على حسن الإصغاء والمتابعة. في تغطيات لاحقة إن شاء الله نلتقيكم بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.